أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية والتي كانت متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وسمحت فقط لعدد ضئيل من الشاحنات التي تحمل محروقات من تفريغ حمولاتها. في الوقت الذي حذرت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا من استمرار مسلسل التجويع بسبب التناقص الشديد لدخول الشاحنات الغذائية والدوائية والذي أدى إلى تفاقم المجاعة والأمراض. مزيد من التفاصيل اطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية المتجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم حركة الشاحنات أصيبت بشلل تام بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة التي يتبعها الجانب الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم. فالحصيلة اليوم لدينا من المساعدات الغذائية والإنسانية أو الدوائية أو حتى الطبية، فعدنا مرة أخرى إلى المربع صفر. قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لأي من هذه الشاحنات بتفريغ حمولتها، وعادت مرة أخرى هذه الشاحنات إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. ما سمحت به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من منفذ كرم أبو سالم واتجهت إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هو 8 شاحنات من المحروقات، 4 من الغاز و4 من السولار، وهذا يعني عدد قليل جدا وعدد ضئيل جدا لا يتناسب أبدا مع الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص شديد في المحروقات والغذاء والدواء وكل ما يحتاجه لي يعني حتى يعيش جراء هذه الحرب. إذا نحن أمام يعني إجراءات تعنت كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منعا باتا دخول أي من المساعدات. اليوم أمس كنا نتحدث عن انفراجة بسيطة نوعا ما، حتى يعني أن عدد الشاحنات التي دخلت بالأمس كنا نتحدث عن يعني عبور 80 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الشاحنات التي تحمل محروقات. اليوم لا توجد أي مساعدات إنسانية دخلت من منفذ كرم أبو سالم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وكل هذه الشاحنات وكل هذه المساعدات عادت مرة أخرى بكل حمولاتها إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.